السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. يخوض اليمنيون معركتهم مع الميليشيات الحوثية ويتحركون في اتجاهين: اتجاه استكمال تحرير المحافظات اليمنية عسكريا من أيدي الميليشيات الحوثية، والآخر إعادة بناء الدولة وأجهزتها وتفعيل حضورها في المحافظات المحررة. فما أهمية استمرار تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة؟ وما الاختلالات التي تحتاج إلى مزيد من المعالجات والجهود لتجاوزها؟ وكيف انعكس وجود رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء في الداخل على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية؟ جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. موضوعنا هذا نناقشه على الهواء مباشرة مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. دكتور عبد الخالق، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا، نحن سعيدين بك اليوم، وسنناقش هذه المفردات معك ومع أيضا ضيوفنا الذين سيشاركون عبر الهاتف. لكن كالمعتاد دكتور عبد الخالق، أنت وأنا والمشاهد الكريم دعونا سويا نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. استعادة الدولة استعادة للأرض والمؤسسات، وعودة للقانون والقيادات، وإعادة تطبيع الحياة في مختلف المجالات. قطع الجيش الوطني الشوط الأكبر في مسار استعادة الأرض، فامتلكت الشرعية أكثر من موطئ قدم وأقرب من وطن مكتمل. ومع كل خطوة انتصار على الأرض كانت الأصوات ترتفع عن موعد عودة الرئاسة والحكومة لممارسة مهامها على الأرض. تأخرت العودة ولكنها حدثت في النهاية، فاعتبرها اليمنيون حدثا مفصليا شرط نجاحه الأساس أن يتجاوز الحضور الشكلي إلى حضور فعلي يغدو فيه كل حضور على الأرض تبعا لحضور مؤسسات الشرعية وقيادتها. الحديث عن تعزيز حضور الشرعية يشمل كل النواحي، وفي مقدمتها العسكرية والأمنية، السياسية والاقتصادية، وكل حضور يقود للسكينة المجتمعية. يتعزز حضور الشرعية عسكريا حين يصبح الجيش الوطني المسمى الوحيد المخول بمواجهة المتمردين وفق توجيهات الشرعية، ومعها تغدو كل راية أخرى راية تمرد حتى تفيء إلى ظل الدولة. يتعزز حضور الشرعية أمنيا حين تصبح الجهة الوحيدة التي تصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية، فيزول الغبش ويحضر الوضوح، فمن انتفت عنه صفات جهاز الأمن يصبح ميليشيا خوف. حين يسافر كل فرد من أفراد الشعب في نطاق سيطرة الشرعية لا يخاف إلا الله، ومخالفته لقانون يتساوى أمامه الجميع. فحضور الدولة الواسعة كفيل بغياب المشاريع الضيقة. يتأكد حضور الشرعية أكثر مع كل خطوة انتصار تتلوها خطوات إعمار، وكلما مضت الدولة باليمنيين بعيدا عن خراب الميليشيا ونهبها نحو اقتصاد مستقر ومستوى معيشة أفضل، اتضح أكثر مدى البون الشاسع بين جحيم الميليشيا وجنة القانون. تدرك الرئاسة والحكومة أن عودتهما لممارسة العمل من الأرض وضع لعربة الشرعية على المسار الصحيح لتحقيق كل ما سبق وأكثر، ويدركان أيضا ومعهما الشعب أن طريق ذلك لن يكون سهلا، فالظروف الاستثنائية تحتاج مؤسسات استثنائية. وعلى قدر التحام الشرعية بتطلعات الشعب تعزز الحضور وتصنع الحاضر، وتقدم لأجيال المستقبل يمنا مكتمل السيادة، يمنا تحكمه قوة القانون لا قانون القوة. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، شكرا لزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. موضوعنا اليوم جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة. هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي وأكرر ترحيبي به الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبر الأقمار الصناعية من مأرب. دكتور عبد الخالق، اليوم رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزراء ومحافظين كلهم في الداخل اليمني، ماذا يعني هذا وما دلالاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشار التقرير، كان
كان الأصل أن يكون تواجد الدولة في المناطق المحررة هي من أول لحظة انطلقت فيها العملية العسكرية، ولكن حدثت هناك ظروف قد تكون موضوعية وأيضا ظروف قد لا تكون لا نراها أيضا موضوعية في طول الغياب. اليوم عودة الدولة إلى والشرعية إلى المناطق المحررة وإلى العاصمة المؤقتة عدن هي تعني أشياء كثيرة جدا، تعني تعزيز وجود الدولة، تفعيل مؤسساتها، تحريك عجلة الحياة والتنمية الاقتصادية، أيضا هي في الأساس تأخذ أيضا بعدا سياسيا متمثلة يعني في بسط نفوذ الدولة على أجزاء كثيرة من الأراضي اليمنية. نحن نعرف أن الشرعية لها نفوذ لحوالي 85% من الأراضي اليمنية، لكن وجودها في خارج الوطن شكل مشكل سياسي. نحن نعرف كيف كان هناك الحالة النفسية التي عاشها كثير من اليمنيين عندما كان يذهب الوفد المفاوض من صنعاء ويسمى وفد صنعاء، والوفد الآخر من الرياض ويسمى وفد الرياض. اليوم أعتقد أن وجود رئيس الجمهورية، وجود النائب الرئيس، وجود الحكومة، وجود وكلاء الوزارات في هذه المناطق لا شك أنه تعزيز لوجود الدولة كما قلت. وأيضا كما رأينا أصبحت وجود الرئيس ووجود الدولة أعطت حالة نفسية وإيجابية كبيرة على الناحية السياسية، ورأينا كيف أن المبعوث الأممي بدل أن كان يقابل الشرعية أو قيادة الشرعية في الرياض رأيناها اليوم يقابل وفد الشرعية في عدن ومن عاصمتها المؤقتة التي أصبحت هي العاصمة الشرعية، وسحب البساط على تقولات الطرف الانقلابي الذي كان يرى أن وفده المفاوض أو أنه يقابل الوفد الأممي في صنعاء أنه يمتلك الشرعية. هذه دلالات لها أبعادها، أنا من وجهة نظري لها أبعاد كبيرة في وجود الدولة، إضافة إلى تطبيع الحياة السياسية ومعالجة كثير من الاختلالات ولا سيما الاختلالات الأمنية وكذلك الاختلالات في البنية التحتية والخدماتية. الاختلالات التي أشرت إليها دكتور عبد الخالق ووجودها، هل يفرق في معالجتها وجود القيادة الشرعية في الداخل أو في الخارج؟ ربما هناك اليوم اختلالات حتى الآن موجودة ننتظر معالجتها. لا شك في ذلك، لك أن تأخذ يعني بالمقارنة، يعني كان عندنا مناطق كمارب والجوف توصف بأنها مناطق أكثر بداءة، أكثر غياب للدولة، لكن عندما وجدت المؤسسات الدولة وتم تفعيلها في هذه المناطق رأينا كيف انعكست الحياة في هذه المناطق، أمن واستقرار وحدوث تنمية وبنى تحتية بدأت تنفذ في هذه المناطق، إضافة إلى التطور الهائل الذي أحدثه الوجود وإن كان وجود رمزي لم يكن وجود كامل للدولة. في الوقت الذي كان غياب الدولة عن مناطق كانت من أكثر المناطق مدنية في اليمن أصبحت منطقة هشة، منطقة رخوة، منطقة فيها كثير من الاختلالات في كل مجالات الحياة كما رأينا اليوم. يعني هناك اختلالات أمنية مثلا في عدن، هناك انقطاع اليوم للكهرباء في عدن، انغياب للخدمات في مجال المياه والصرف الصحي وغيرها. وبالتالي لا شك أن اليوم وجود الدولة في هذه المناطق سيعيد الحياة إليها، سيعيد تفعيل مؤسساتها، سينعكس إيجابا على حياة المواطنين، وأيضا سينعكس إيجابية على المسار السياسي والمسار العسكري والاقتصادي بإذن الله. الظروف الموضوعية التي أشرت إليها دكتور عبد الخالق
والتي أخرت عودة أركان الدولة إن صح التعبير إلى الداخل واستمرارهم بها، هل ترى بأن هذه الظروف الموضوعية انتهت اليوم أو تم تجاوزها؟ أنا أتصور أنه بالفعل يعني تم تجاوزها، حتى وإن وجدت بعض الظروف التي لا زالت تعيق عمل الأجهزة الرسمية وعمل الشرعية، لكن استمرار الشرعية ووجودها في المناطق المحررة لا شك أنه سيقضي على هذه المعوقات وبالتدريج، لا نقول أنها ستقضي في ظرف ساعات أو أيام، وإنما تحتاج إلى وقت. أعتقد أنه الأرض اليمنية وسيعة، وإذا كان هناك حائل دون تمكن الدولة من ممارسة أعمالها وأنشطتها بشكل اعتيادي في منطقة من المناطق، فهناك مناطق يمكن أن تشكل انطلاقة لأعمال القيادة السياسية وأعمال مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها. وبالتالي لا أعتقد أن هناك معوقات ستحول بشكل كبير أو كامل عن بقاء الشرعية السياسية وسلطتها في المناطق المحررة. علينا أن ندفع في هذا الاتجاه، أن يكون هناك توجه جاد وصادق في عدم العودة إلى الاختراق. اليوم نحن نطالب كما تواجد رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة في المناطق المحررة على القيادات الوسطية وكذلك القيادات التنفيذية التي لا زالت في الخارج، يجب عليها أن تعود إلى أرض الوطن وتمارس أنشطتها من داخل الأراضي المحررة، وبالتالي هي بلا شك ستخفف من الظروف المأساوية التي عاشتها المناطق المحررة خلال الفترة الماضية. كانت الحكومة الشرعية قد أصدرت قراراً في هذا الخصوص ودعت الدولة. كل الوكلاء والمحافظين والنواب إلى العودة إلى الداخل، لكن إلى الآن يعني ليست هناك مؤشرات على استجابة سريعة أو تنفيذ لهذه القرارات والتوجيهات. لم أفهم السؤال بعد، عفوا. سألت ما دمت قد أشرت إلى عودة الوكلاء، أشرت أنا أيضا إلى قرار الحكومة الذي اتخذ بعودة الوكلاء والنواب وقيادة الدولة جميعا إلى الداخل. هذا كان قرارا قبل أي يعني أسبوع تقريبا اتخذ، لكن إلى الآن ليست هناك أي مؤشرات على تفاعل وترتيبات حتى لتنفيذ هذا القرار. أعتقد من البعيد أن تتواجد القيادة السياسية ورأس السلطة ولا تتواجد القيادات الوسطية والتنفيذية. يجب أن يفعل القانون ومبدأ الحساب والعقاب، والذي لا يتواجد في مقر عمله يجب أن يستبدل وأن يعني يبحث عن بديل. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تفعيل أجهزة الدولة. يجب أن تكون الدولة في هذا الظرف تكون آليتها بفاعلية عالية. إدارة الأزمات كما نعرف تختلف عن إدارة الوضع الاعتيادي، وبالتالي نحن نحتاج إلى تواجد القيادات بمختلف مستوياتها في هذا الظرف الاستثنائي، وأن تفعل أجهزة الدولة بكل طاقاتها حتى تتواكب يعني العملية السياسية والإدارية والاقتصادية مع العملية الميدانية والعسكرية في الجبهات. طيب الآن مع وجود رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الداخل اليمني، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في عدن ونائب رئيس الجمهورية في مأرب، ما الإشكالات التي ما زالت مطروحة أمامهم اليوم في المحافظة المحررة ومطلوب منهم يعني أداء دورهم وواجبهم في تجاوز هذه الإشكالات والعقبات؟ لا شك أن هناك في إشكاليات كثيرة، لكن تأتي في مقدمة هذه الإشكاليات هي تطبيع الحياة السياسية. الحالة الأمنية يعني يجب أن يعاد النظر في الآلية التي تشتغل بها هذه الأجهزة. يجب أن تتخذ قرارات حاسمة ومصيرية
تصفي خدمة بسط نفوذ الدولة وتمكين مؤسساتها من السيطرة وتفعيل الحياة السياسية، أيضا إضافة إلى توفير الخدمات الضرورية والأساسية حتى يلمس المواطن الفرق بين المناطق المحررة والمناطق التي تعيش تحت سلطات الإنقلاب. هناك قضايا كثيرة، لكن في الأساس تأتي تفعيل أجهزة الدولة، تطبيع الحياة السياسية من الناحية الأمنية، الناحية الاقتصادية، الناحية الإدارية، تشغيل كل مؤسسات الدولة. لا نريد أن تغيب المحاكم، لا نريد أن تغيب أجهزة الأمن، لا نريد أن تغيب الأجهزة الإدارية للدولة بمختلف تفرعاتها. لابد أن تشتغل آلية الدولة بكل طاقتها. الظرف استثنائي، وبالتالي يستلزم أن تكون هناك قيادات استثنائية، أن تكون هناك آلية استثنائية تتواكب والظرف الذي نعيشه. الاختلالات الأمنية دكتور عبد الخالق التي نشهدها أو تشهدها بعض المحافظات هنا أو هناك، طبعا واضح أنها ليست بذلك الوضع الذي كانت عليه من قبل، إلا أنها تتكرر ما بين الحين والآخر. يعني ألا يمكن تجاوزها ما دامت رجالة الدولة كلها موجودة في الداخل وتسعى إلى ذلك؟ لا شك ليس هناك مشكلة إلا ولا حل. أنا في تصوري تحتاج إلى قرار شجاع، تحتاج إلى مسؤولية في مواجهة هذه الاختلالات. بسط نفوذ الدولة عندما تكون هناك دولة تغيب التشكيلات الفرعية، تغيب التشكيلات العسكرية الأخرى. نحن نعرف كما قلت، يعني كان مثلا منطقة مارب ومنطقة الجوف من أكثر المناطق التي تشهد اختلالات أمنية، اليوم أصبحت من أقل المناطق إن لم تكن منعدمة فيها الاختلالات الأمنية. وبالتالي عندما نأتي إلى السبب الرئيسي، هي قضية أن هناك كان قرار شجاع لبسط نفوذ الدولة، مواجهة الأمور بحزم ومسؤولية، وبالتالي انكفأت تلك التشكيلات التي كانت تعيق أعمال الدولة أو تعمل على الاختلالات، ولصالح أجهزة الدولة وبسط نفوذها. نحن نقول أنه في هناك اختلالات، ولا سيما في عدن في المناطق الجنوبية، لكن الشجاعة والمسؤولية تتطلب أن تواجهها بحزم. الشعب اليوم يعني يقف وقفة رجل واحد مع شرعيته. أعتقد ليس هناك إجماع كما هو اليوم على قضية بسط نفوذ الدولة ومواجهة الاختلالات الأمنية. قد توجد يعني فئات قليلة يعني متضررة، لكن الغالبية، أقول أنا الغالبية من الشعب اليمني هو مع هذا التوجه، مع بسط نفوذ الدولة، مع اتخاذ قرار شجاع، مع مواجهة مسؤولة لكل الاختلالات. وبالتالي متى ما وجدت الإرادة ستوجد أيضا الحلول بإذن الله. طيب دكتور عبد الخالق، يعني ما دام رئيس الجمهورية اليوم موجود في عدن، نائب رئيس الجمهورية، عفوا رئيس الحكومة أيضا موجود هناك، وبعيدا عن الأحداث التي حدثت قبل شهور في عدن والاشتباكات والمعارك ومحاولات طرد الحكومة، هل ترى أنه اليوم أصبحت عدن بالفعل يمكن وصفها بأنها عاصمة لكل اليمنيين؟ طيب دكتور عبد الخالق، أنا سأعود إليك وأستفسر منك رأيك حول هذا الموضوع. معي الآن الدكتور صالح حسن سميع، رئيس مجلس تنسيق إقليم تهامة ومحافظ محافظة المحوي. دكتور صالح أهلا وسهلا بك. أهلا يا مختار، يا مرحبا بني. أهلا دكتور. معنا الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء من محافظة مارب، معي عبر الأقمار الصناعية. نناقش موضوع جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة. إلى أي مدى نجحت الحكومة الشرعية والشرعية بشكل عام ورئاسة الجمهورية في تفعيل عدن أولا وجعلها عاصمة لكل اليمنيين وتواجد مؤسسات الدولة فيها؟ موضوع مهم، وأنا أعتبر أن وجود السلطة التنفيذية
برأسيها الرئاسة والحكومة رئيس الحكومة في عدن خطوة مهمة، التواجد خطوة مهمة. نحن ما زلنا في الفصول الأولى بالنسبة لتطبيع الحياة العامة، لأن ما بني خلال الثلاث سنوات الماضية بحاجة إلى وقت. التواجد الآن مهم وقد بدأ ويجب أن يتجذر ويلمسها الناس وتدمج الأحزمة الأمنية والنخب الجيش الوطني وتخضع لرئيس الدولة. هذه قضية في غاية الأهمية، وهي البوابة الحقيقية للأمن والاستقرار في محافظة عدن على وجه الخصوص، وفي محافظات الجنوب والشرق عموما. وأما بالنسبة لبقية المناطق كشبوة مثلا، مأرب، الجوف، فالحضور الأمني للدولة لا بأس به وإن لم يصل إلى الحد المرضي، لكن مقارنة ما هو في عدن وبعض المناطق لا شك أنه حضور محمود، ونتمنى أن تشاهد هذه المحافظات في قادم الأيام مزيدا من الأمن، مزيدا من الاستقرار، مزيدا من التنمية. هناك جهود خدمية تبذل خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، يعني سواء على مستوى الكهرباء أو المياه أو كذلك حتى مسألة الاتصالات والإنترنت التي تم إدخالها، هذه جهود مبذولة، لكن ربما الملف الأمني لم يشهد تغييرا كثيرا وإن كان هناك هدوءا أمنيا حاصلا. الملف الأمني أولا له الأولوية، إذا ساد الأمن هذا الاستقرار أتت التنمية. لكن أقول أن حضور السلطة التنفيذية برأسيها بمؤسستيها الرئاسة والحكومة هذه في حد ذاتها خطوة، المهم أن تظل موجودة. وأنا أؤكد لك أن بقية القضايا ستحل إن شاء الله في قادم الأيام، ويبدو أن هناك حوارات جارية لاتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى إجلاس السكينة العامة، وبعد ذلك سيكون للتنمية في هذه المناطق طعم خاص. نعم. دكتور صالح حسن سميع، رئيس مجلس تنسيق إقليم تهامة، مقاومة إقليم تهامة، محافظ محافظة المحويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا. وأعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. دكتور عبد الخالق، لو ذكرنا على سبيل المثال حادثتين، الحادثة الأولى ما حدث يوم أمس لأسر حاولت دخول عدن برجال ونساء وأطفال وتم توقيفها لساعات طويلة ومنعت من الدخول، ثم بعد ذلك تم تجاوز هذه الإشكالية. بالمقابل أيضا الحوثيون في المناطق التي تحت سيطرتهم يمنعون التعامل بالورقة النقدية الجديدة فئة 500 ريال أو 1000 ريال ويصادرونها من يعني مخازن ويعني خزانات التجار وأصحاب رؤوس الأموال. هنا محافظ محافظة مأرب اصدر قرارا بأن بيع المشتقات بيع الغاز لا يمكن أن يكون للجهات التي تحت سيطرة الحوثيين إلا بالعملة الجديدة. مثل إدارة هذه الملفات كيف يعني تحضر الدولة وتواجدها وتعزز منها؟ كما قلت يعني وأشرت أخي مختار، ما حدث أمس لا شك أنه وإن كان حدث وتم تجاوزه، لكن آثاره السياسية الأمنية لا شك أنها آثار كبيرة على وسلبية بشكل كبير على الشرعية وعلى التحالف بشكل عام. سيستغلها الطرف الآخر لصالحه في قضية، لا سيما في قضية دخول المواطنين إلى عدن، ويعطي مبرر كبير فيما يطرحونه من أفكار، وبالتالي
نحن نرى أنه لابد من التفاهم مع التحالف، مع قيادة التحالف، وإعادة النظر في الآلية المتبعة فيما يتعلق بالجهة الأمنية. هذا من ناحية، من الناحية الأمنية. من الناحية الاقتصادية كما ذكرت، الأصل أن اليوم الدولة ستتحكم في مصادر الطاقة وبالذات البترول والغاز، أيضا الجمارك لا يقبل في هذه الخدمات إلا بالعملة الجديدة، وبالتالي يقطعوا على الجهة الإنقلابية المبرر الذي تجعل من المواطنين عرضة للابتزاز السياسي والابتزاز الاقتصادي في مناطق نفوذها. اليوم آلية الدولة، أيضا البنوك، اليوم الأصل أن البنك المركزي هو المتحكم في البنوك الوطنية والآلية، وبالتالي باتخاذ قرار أنه بعدم التعامل إلا بالعملة الجديدة، وإن كانت لها آثار اقتصادية، أنا أتصور أنه هذه المسألة يجب أن تبحث من خبراء اقتصاديين في كيفية مواجهة هذا القرار القاطع الذي يكتوي بكثير من مواطنين، من المواطنين اليمني في المناطق نفوذ الميليشيات الإنقلابية. وبالتالي أعتقد أنه اتخاذ قرار اقتصادي في مواجهة هذه الإجراءات سيحد من نفوذ الميليشيات الإنقلابية وتحكمها في مصائر وأقوات الناس. اليوم كثير فعلا من الناس يشتكوا من هذه الظاهرة الغريبة. يا أخي، اليوم يقبل الدولار الأمريكي ويقبل الين الياباني ويقبل كل العملات بما فيها العملات الإسرائيلية في الوقت الذي لا يقبل عملة البلد وعملة البنك المركزي اليمني التي معترف به في كل، يعني معترف به دوليا أقصد. فبالتالي هذا تصرف غريب، ويجب أن يواجه بكل الوسائل، سواء الوسائل الاقتصادية أو أيضا الوسائل الإعلامية. العجيب أنهم يصادرون الأموال إلى جيوبهم، يعني حتى أن بعض التجار حاول أن يستبدل تلك الأموال من قبلهم الجديدة بأموال بفئات قديمة، لكنهم رفضوا وصادروا هذه الأموال، يعني جزء من أساليب السرقة كما يقال. نعم. طيب دكتور عبد الخالق، 45 فرد اليوم. نعم. يتم إطلاقهم. أنا أعرف علق على هذه النقطة في الختام. 45 فرد من سجن بئر أحمد في عدن تم إطلاقهم في هذه اللحظة، في هذا اليوم. الناس كثيرا أنه على ماذا يدل هذا الأمر؟ أريد أن أحرك هذه الفلوس أمامي، إذا كنت لا تتعامل بها فلنحركها. قالوا لا، لابد أن تورد، وبالتالي هم يستخدموها في مواجهة الشرعية، ولا نستبعد أن يتم مواجهتها في المستقبل في عملية ابتزاز وعملية متاجرة بالعملة، ومن ثم عملية يعني عملية معاكسة للنيل من القيمة الشرائية للريال اليمني. هذه هي المخطط الجهنمي التي يراد من وراء توريدها إلى مخازن خاصة بهذه الميليشيات. الدكتور عبد الخالق السمداء، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أدركنا الوقت معك عند هذه النقطة. أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك لنا. مشاهدين الكرام، شكرا للدكتور عبد الخالق السمداء. فاصل قصير، نعود من ثم نكمل حوارنا حول جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة مع ضيوفنا عبر الهاتف الذين سيكونون معنا بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا حول جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة. وهذا الموضوع كنا قد ناقشنا جوانب منه عديدة مع الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، والذي كان معي عبر الأقمار الصناعية من مأرب، كذلك في مداخلة الدكتور صالح حسن سميع، رئيس مجلس تنسيق مقاومة إقليم تهامة و محافظ محافظة المحويت، وكان معنا وشاركنا هذا الحوار. بانتظار أن يكون معنا عبد الرقيب الهذياني، الصحفي والمحلل السياسي، وكذلك عبد الهادي العزعزي، وكيل وزارة الثقافة، لنستكمل الحديث حول هذا الموضوع ونناقشه معهم من جوانب متعددة. وحتى يكون معنا، سنتابع التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس عن موضوعنا.
استعادة الدولة استعادة للأرض والمؤسسات وعودة للقانون والقيادات وإعادة تطبيع الحياة في مختلف المجالات. قطع الجيش الوطني الشوط الأكبر في مسار استعادة الأرض، فامتلكت الشرعية أكثر من موطئ قدم وأقرب من وطن مكتمل. ومع كل خطوة انتصار على الأرض كانت الأصوات ترتفع عن موعد عودة الرئاسة والحكومة لممارسة مهامها على الأرض. تأخرت العودة ولكنها حدثت في النهاية، فاعتبرها اليمنيون حدثا مفصليا شرط نجاحه الأساس أن يتجاوز الحضور الشكلي إلى حضور فعلي يغدو فيه كل حضور على الأرض تبعا لحضور مؤسسات الشرعية وقيادتها. الحديث عن تعزيز حضور الشرعية يشمل كل النواحي وفي مقدمتها العسكرية والأمنية السياسية والاقتصادية، وكل حضور يقود للسكينة المجتمعية. يتعزز حضور الشرعية عسكريا حين يصبح الجيش الوطني المسمى الوحيد المخول بمواجهة المتمردين وفق توجيهات الشرعية، ومعها تغدو كل راية أخرى راية تمرد حتى تفيء إلى ظل الدولة. يتعزز حضور الشرعية أمنيا حين تصبح الجهة الوحيدة التي تصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية، فيزول الغبش ويحضر الوضوح، فمن انتفت عنه صفات جهاز الأمن يصبح مليشيا خوف. حين يسافر كل فرد من أفراد الشعب في نطاق سيطرة الشرعية لا يخاف إلا الله، ومخالفته لقانون يتساوى أمامه الجميع. فحضور الدولة الواسعة كفيل بغياب المشاريع الضيقة. يتأكد حضور الشرعية أكثر مع كل خطوة انتصار تتلوها خطوات إعمار، وكلما مضت الدولة باليمنيين بعيدا عن خراب الميليشيا ونهبها نحو اقتصاد مستقر ومستوى معيشة أفضل، اتضح أكثر مدى البون الشاسع بين جحيم الميليشيا وجنة القانون. تدرك الرئاسة والحكومة أن عودتهما لممارسة العمل من الأرض وضع لعربة الشرعية على المسار الصحيح لتحقيق كل ما سبق وأكثر. ويدركان أيضا ومعهما الشعب أن طريق ذلك لن يكون سهلا، فالظروف الاستثنائية تحتاج مؤسسات استثنائية. وعلى قدر التحام الشرعية بتطلعات الشعب تعزز الحضور وتصنع الحاضر وتقدم لأجيال المستقبل يمنا مكتمل السيادة، يمنا تحكمه قوة القانون لا قانون القوة. وأصبح جاهزا معنا الآن وكيل وزارة الثقافة المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا. اليوم نحن نتحدث عن جهود تفعيل حضور الدولة وتعزيز وجودها في المناطق المحررة، وبعيدا عن التحامل ضد الحكومة مثلا أو أيضا الأمنيات التي تتجاوز سقف الواقع أو حتى يعني التبريرات الغير منطقية، دعنا نناقش الموضوع يعني واقعيا كما يقال. هل حضور الدولة اليوم في الداخل اليمني حضور شكلي أم حضور فاعل؟ إذا الآن أعتقد أنه منذ عودة الحكومة وهي فترة بسيطة جدا بدأت تظهر آثار تواجد الحكومة، أولا في الخطاب الإعلامي وفي نفسية الناس. الحكومة لها بيئة حاضنة ومجتمعا يبحث عن الدولة وعن القانون وتفصيل القانون. هناك أدوات وهناك بعض الأخطار أو ربما حالة من الخوف، حالة من نقص الإمكانيات كما يقول الإخوة سواء في المديريات من المحافظات المحررة أو في المحافظات. هناك نوعا من الصعوبات، هذه الصعوبات حتى تأتي طبيعية جدا. نحن عشنا فترة انهارت فيها الدنيا سقط كل شيء، إعادة لم يتم بجهة قلم أو بدوام أو بين عشية وضحاها، تحتاج قيادات فاعلة، قيادات أكثر احتكاكا بالناس. نحتاج أن ننتقل من الشرعية العامة، الشرعية الانتخاب والشرعية الدستورية، إلى شرعية الخدمة والتواجد والأداء والالتحام بالناس وقضاياهم ومشاريعهم الحقيقية واحتياجاتهم.
التي يأتي أولا على رأسها الأمن ثم المسألة الغذائية والإغاثة والرواتب، أي ما يتلخص يعني أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، هذه المسألة الأساسية التي يتطلبها الناس. والناس يشكرون جدا أنهم تقبلوا وضع معين، ضحوا وتحملوا ظروفا صعبة مروا بها، وأيضا كان هناك تجاوب لم يكن الانفلات الأمن إلى تلك الدرجة. ظهرت بعض الجماعات التي ربما اعتبرت قانون القوة كما قال تقريركم هو القانون الشعب، في حين قوة القانون هي التي يجب أن تشوف، وعلى المجتمع أن يتلاحم أكثر أو أن يساعد نفسه لتتمكن الحكومة أولا من مساعدته، وبالمقابل لا نعطي الحكومة عليها أن تعيد النظر في أدواتها في تفعيل هذه الأدوات وكيفية تحقيق هذه المعايير. نحن نحتاج الانتقال إلى مرحلة من الأمن أمنا للناس وليس أمنا للسلطات كما كان قائما قبل هذه المرحلة أو في المرحلة الماضية ما قبل ثورة فبراير. نحتاج أمنا للناس، نحتاج خدمات نحتاج بها الناس، نحتاج نوعا من الانضباط الوظيفي، نوعا من الحضور، نحتاج شخصيات قيادية قادرة على مخاطبة الناس والاقتراب. طيب هناك جهود وأن تتعامل أنها وجدت لخدمة الناس ولم وليس العكس، أي أن الناس وليس العكس لن يوجد من خدمتهم فعلا. طيب أستاذ عبد الهادي أرجوك ابقى معي، اسمح لي أن أترك فرصة أيضا لأضيفي عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أستاذ عبد الرقيب أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مختار. طيب استكمالا لما ذكر وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي من واقع هناك نتوءات وهناك إشكاليات وهناك أيضا جهود تبذل، لقاء رئيس الجمهورية بالقيادات العسكرية في عدن لديه مدلولات كبيرة ومهمة، المشاريع الخدمية التي بدأت تتوفر في عدن سواء على مستوى الكهرباء أو مستوى الاتصالات والإنترنت وغيرها، لكن ما زالت هناك ربما كما يقول البعض جوهر المشكلة لم يتم تجاوزه، خصوصا في المحافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، والذي يشعر الجميع بالاطمئنان، هناك ما زال نوع من القلق وعدم يعني الارتياح الكامل من الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، إلى ماذا توعز ذلك؟ نعم، رغم مرور 3 سنوات على تحرير هذه المحافظات حل التحرير وذهبت الميليشيات الانقلابية، لكن حقيقة لم تحضر الدولة بمؤسساتها بأنظمتها بقوانينها بأمنها واستقرارها. اليوم عدن شهدت عملية اغتيال لأحد القيادات الأمنية، اليوم عدن العاصمة المؤقتة النموذج عاصمة اليمنيين لا زالت اليوم تعاني من دخول النازحين الذين يفرون إليها من الحديدة ومن مناطق الحرب. بالتالي حضر الرئيس وحضرت الحكومة، لكن الأدوات التي ظلت تنتج المشكلات خلال 3 سنوات الماضية لا زالت هي، لم يتغير شيء على أرض الواقع، لم نرى تغييرا يحصل في هذه الأدوات في السلطات المحلية في الأجهزة الأمنية، لا زالت تدار المحافظات المحررة عدن وبعض المحافظات الجنوبية تدار قدر ميليشيات تكاد تكون شبه متمردة عن القرار السياسي شكلا ومضمونا. اليوم في الضالع مثلا دشن العام التدريبي للقوات المسلحة وحضرت صور مدير أمن عدن ورئيس المجلس الانتقالي أكثر حتى من صور الرئيس هادي والملك سلمان وخليفة دولة الإمارات، بل عزف النشيد الحراك الجنوبي. بالتالي هناك يعني عدد يجري في الواقع، ومطلوب من الرئيس عبد الرب المنصور هادي من الحكومة أن تضبط هذا الواقع وأن تغير هذه الأدوات إذن المشكلة
المشكلة من وجهة نظرك أن الأدوات التي صنعت الواقع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية ما زالت كما هي ولم يطلها أي تغيير. طيب سأعود إليك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الهادي العزعزي، محافظة تعز يعني واحدة أيضا من المحافظات المطلوب والتي تسعى إلى تعزيز حضور الدولة فيها. السؤال، لماذا ما زالت تعز أو السلطة المحلية وقيادة السلطة المحلية في تعز تتعامل مع محافظة تعز بمجموعة المديريات المتواجدة داخل المدينة وعلى أطرافها؟ هناك مديريات أخرى تم تحريرها ومطلوب حضور الدولة وحضور أيضا مؤسساتها، وخصوصا ارتباط هذه المؤسسات مع قيادة السلطة المحلية. أضرب على سبيل المثال ذباب، المندب، الوازعية، يعني مطلوب أن تتحرك السلطة في جميع هذه المديريات. أتفق معك كثيرا فيما طرحته حول مسألة انحصار محافظة تعز في المديريات، لكن هذا يقتضي أن يتم فتح الخط الرابط ما بين هذه المديريات الساحلية ومحافظة تعز. الممثل بطريق البرح أو طريق تعز النخا بجلبة أساسية، والطرق الفرعية عبر الكذا. لا زالت هذه المناطق فيها معارك، فيها ديوب، لا زالت الميليشيات في المنطقة الغربية من جبل حبشي امتدادا على نفس الخط الى منطقه البرح. لا زالت مديريه نقبنا تشهد معارك، ولا زالت بعض الانبياء من القوات الجيش الوطني تقاتل، سواء من ناحيه الساحل من الثلاث دول السادس من العمالقه او من المنطقه من الناحيه الاخرى التي يمتد فيها محور تعز واللواء 17 وبعض الأندية الأخرى، أي أنها لا زالت مناطق معارك، وبالتالي يصبح الخط الذي يصل تعز لهذه المناطق التي هي جزء من المحافظة يمر عبر محافظة لحد، وهذه أحد الصعوبات الأساسية. لكن أيضا الأداء العام للسلطة المحلية، هنالك سلطتان علينا أن نتعامل مع القضية بشكل عام. استبشرنا بتشكيل اللجان الأمنية التي تضم السلطة المحلية ووزارة الداخلية والجيش، وقلنا أنها سوف توحد الأدوات الخشنة للدولة في فرض الأمن وسوف تنهي التقاطعات القائمة، لكن لا زالت هذه العملية لم يتم فترها. هنالك نوعا من الهوة بين الثلاث الادوات، السلطه المحليه ممثله في المدراء المديريه والمدارس المحليه وجهاز الامن الذي يدفع المحافظه وادواته، سواء متمثله بالقوات الخاصه او غيرها في قوات الامن المركزي او قوات الامن العام والشرطه الرابده او شرطه النبذه وغيرها من المكونات كادوات خشنه، وقوات الجيش التي تنتشر في بعض المديريات. هناك تداخل في المهام والصلاحيات، وبالتالي يظل كل طرف من الاطراف يرمي المشكله على الطرف الاخر، وهذه يجب ان تحدد عبر اللجنه الامنيه وعبر وزاره الداخليه ووزاره الاداره المحليه وعبر ايضا وزاره الدفاع. يجب ان تطرح المساله، نحن خارجين من حرب، الناس كانت هذه المناطق مناطق سلمية أو مناطق عادة الناس أقل ارتباطا بالسلاح والتسليح، حصل للناس تسليح واشترك الناس في المقاومة، ومعروف أن ما بعد الحروب تحتاج أداة قوية لفرض القانون. الأداة القوية لفرض القانون عادة سرعة الأحكام فيما يخص قضايا الأمن وقضايا التثبت، السيطرة على الموارد، إيقاف التداخل. يجب ان تكون هنالك حدودا فاصله بين منطقه سيطره الاطراف الثلاثه عموما، ما هو مرتبط بالاداء الحكومه والاداء للسلطات المحليه والاداء للسلطه الامنيه والاداء للجيش. يجب ان تنسق هذه المساله، يجب ان يكون ان تكون السياده فيما يخص السلطه لمدراء عموم المديريات ثم للمحافظه. هنا كيفيه وتراتب بيروقراطي يجب ان يحترم ويجب ان يعمل به. طيب. يجب ان يلزم الناس بالدوام بالاداء، وخصوصا في المسائل المرتبطه بهموم الناس الحلوية التي على راسها الامن،
بدرجه اساسيه، ثم خدمات الصحه، خدمات التعليم، بقيه الخدمات المرتبطه بها، وهذه ايضا تحصيل الايرادات في المحافظات التي تدفع بها رواتب وتفعيل هذا الجانب حيث التعامل بحجم هذه الجوانب التي أشرت إليها. نعم أستاذ عبد الهادي، هذه الجوانب التي أشرت إليها هي الجوانب التي من خلالها تحضر الدولة وتعزز حضورها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة بتعز، كنت معنا، عفوا من تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أكمل الدقائق المتبقية مع الأستاذ عبد الرقيب الهدياني صحفي والمحلل السياسي. صحفي عبد الرقيب، هناك خبر اليوم بأن 45 فردا من تم إطلاقهم من سجن بير أحمد في عدن، ما تعليقك على هذا الخبر وما مدلولاته؟ نعم، ملفات السجناء والسجون السرية المنتشرة في عدن تم الأخذ والرد فيه كثيرا، منظمات حقوقية، إعلام محلي وإقليمي، فوصلت يعني هذه الانتقادات حتى عبر الاعلام الدولي، الاعلام الامريكي نشر تحقيقات كثيره حول وجود هذه السجون وهؤلاء المعتقلين. وبعد ذلك يعني اعلنت الامارات ان هذه السجون تدار من قبل الحكومه الشرعيه. قبل ايام اعلنت وزاره الداخليه عن تشكيل مصلحه السجون، و يعني اعلن مسؤول في وزاره الداخليه عبر نائب رئيس نائب وزير الداخلية أن الوزارة بالعمل مع وزارة العدل والقضاء سيقومون بزيارة هذه السجون ومراجعة هذه الكشوفات، ومن لم تثبت عليه أي تهمة سيتم إخلاء سبيله، ومن عليه تهم سيتم إحالته إلى القضاء. يبدو أن العمل جار على هذه السجون، اليوم إخراج ما يقرب من 45 معتقل في سجن بير احمد، وقبل ذلك في حضرموت تم اخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين. لكن الوتيره، وتيره الاجراءات والمراجعات التي تقوم بها الاجهزه الامنيه في عدن وفي حضرموت وفي المحافظات الاخرى ليست بحجم الصرخه التي تعبر عنها الاسر، اسر المعتقلين واسر وذويهم الذين يعتقلون كل يوم جوار القصر الرئاسي في معاشيق. هناك يعني اسماء كثيره، هناك ناشطين كثر لا زالوا مغيبين في هذه السجون، وبالتالي لا نبرر لاعتقالهم. لا يمكن ان تقدم عدن، ان تقدم المحافظات المحرره هذا النموذج الغير قيم الشرعيه والتحالف لأجل تحرير هذا المواطن، لمنع هذا الظلم الذي تقوم به الميليشيا الانقلابيه. وبالتالي وجود هذه السجون، وجود هؤلاء المعتقلين، وجود هذا الكم في هذه السجون في المحافظه المحرره لا 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 يعتبر يعني امرا سويا، ويمثل الحكومه الشرعيه ومشروع التحالف الآتي الى اليمنيين وتحريرهم من رقه الميليشيات ومن قهرها ومن ظلمها ومن تعصبها. الصحفي عبد الرقيب الهدياني، صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك لنا. شكرا لكل ضيوف الذين شاركونا في حلقة اليوم، ابتداء من الدكتور عبد الخالق الصمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، و عفوا الدكتور صالح حسن سميع رئيس مجلس تنسيق مقاومة إقليم تهامة ومحافظ محافظة المحويت، وعبد الرقيب الهدياني وعبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة. لا أنسى أن أشكركم أنتم مشاهدينا على المتابعة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله.